أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا الهادي الأمين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مشاهدينا الأكارم، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله لنا ولكم الأجر بشهادة أحد أركان دولة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وحواريه، وهو ميثم التمار رضوان الله تعالى عليه، في مثل هذا اليوم الثاني والعشرين من ذي الحجة الحرام، وفي سنة 60 للهجرة، ذكرى استشهاد شهيد العقيدة والولاء المحمدي العلوي الأصيل الصحابي الجليل ميثم التمار، الذي كانت شهادته رضوان الله تعالى عليه قبل وصول الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه بعشرة أيام على يد طاغية عصره عبيد الله ابن زياد الذي حكم الكوفة بالحديد والنار، وذلك بتكليف من طاغية زمانه يزيد ابن معاوية الذي فعل ما فعل في كل مسيرة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه وتعامله معهم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تجذير العداء لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، بل لمشروع السماء ومشروع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، بالتالي القضاء على كل الأركان التي حاولت، التي تحركت وحاولت أن تتحرك في مسارات لتصحيح المسارات التي عاث بها أولئك الذين انقلبوا على الأعقاب ما عاثوا. ولذلك كان واحدا من أولئك هو ميثم التمار. وعندما يسأل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن ميثم التمار يقول صلوات الله وسلامه عليه: أين يوجد مثل ميثم؟ أمير المؤمنين يقول: أين يوجد مثل ميثم؟ لو كان في الناس أمثال ميثم لكانت السعادة قد غمرت الدنيا جميعا. وبعد هذا الكلام لأمير المؤمنين وسيد البلغاء لا يمكننا أن نتجاوز على هذا المقام السامي لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لكن دعونا نبحث إذن في سيرة هذا العملاق ميثم التمار ومواقفه الخالدة. إذن حواري أمير المؤمنين وميثم التمار أنموذجا هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، لكن ابتداء دعوني أرحب بضيفي سماحة الشيخ أحمد الحميداوي الأستاذ في مدرسة الإمام الحسين عليه السلام في الصحن الشريف. اهلا وسهلا ومرحبا بك سماحة الشيخ. حياكم الله استاذنا حياكم الله، عظم الله لك الاجر، عظم الله اجوركم، حياكم الله. سماحة الشيخ، ابتداء لو اردنا ان يعني نقف عن سيرتي والبطاقة الشخصية لميثم التمار رضوان الله تعالى عليه وسبب شهرته بالتمار. نعم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصل يا رب على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا اليوم. عظم الله لنا ولكم. ميثم التمار. نعم. وهذا هي اللفظة الصحيحة بكسر الميم، أحسنت. نعم. بقراءته بهذه القراءة. صحيح نحن في العراق نقرأها بميثم. نعم. لكن هذا الاسم ليس كما يقول اسما عربيا. نعم. إنما اسمه عندما كان في بلاد الأعاجم. سبب النتيجة هو من هو ميثم التمار؟ هل هو عربي؟ لأنه ينسب إلى بني أسد. نعم. ميثم بن يحيى الأسدي التمار ينسب، طبعا كان عند امرأة من بني أسد اشتراه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وسأله عن اسمه، قال سالم، قال لا، اسمك الذي سميت فيه في بلادك؟ قال ميثم. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إن اسمك ميثم، فارجع إلى اسمك وتكنى. كما أخبرني به النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا إخبار النبي صلى الله عليه وسلم طبعا، وهذا من باب ماذا علمني رسول الله؟ الباب من العلم يفتح لي من كل باب الباب. طبعا بعض العلماء يقول شلونه هاي طريقة التعليم الباب.
يفتح من كل باب ألف باب مليون، وأخذ من لعابه. كيف طريقة التعليم هذا؟ كيف الإنسان يزق مليون نوع من العلم خلال من أبواب العلم خلال لحظات؟ طبعا الذي يتفرع بكل قد يعجز العقل عن إدراك مثل ذلك. نعم. فميثم هذه الشخصية الوطنة لا يعرف يعني قبل أن يأتي إلى العراق، قد يقال له النهرواني. وهاي النهروان طبعا منطقة واسعة معروفة الآن، في ما بين معركة النهروان معروفة، ما بين واسط وبغداد معروفة، هاي منطقة واسعة، وكانت اكو سيطرة فارسية في ذلك الزمن على هذه المنطقة، المدائن وطاق كسرى وكل ما يحيط بها، فيقال له النهرواني. ويقال له التمة. طبعا متى ولادته لم تذكر الرواية متى الولادة المصادر، لكن شهادة معروفة ومدوية يعني شهادة، وحتى طريقة القتل وغيره إن شاء الله نتعرض لها. فكشخصية ميثم كأنه أمير المؤمنين، هو يسمى سالم، كان عند المرأة التي كان عندها عبدا، كأنه بأبي سالم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. تمار لأنه بقال من البقالين، يبيع التمر ماذا في أسواق الكوفة، وربما يقولون يجلس له يجلس عنده أمير المؤمنين. طبعا انتقد فهجر، وهي دعوة لإخواننا البقالين لا يستصغروا من مهنتهم. يعني أنت لك نموذج إذا نعد النقباء المهن، نقيبكم من هو؟ ميثم التمر. فاقتدوا به، كونوا كما كان أمير المؤمنين يبوح بأسراره إلى ميثم التمر، كونوا هكذا، هذا نقيبكم، هذا مثالكم، إذا أردتم مثالا لكم خذوا هذا المثال، كونوا مثله. بل ربما باع عنه، يأمره بأمر معين يبيع عنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلم، إذا خلى يخلو به، يأخذ معه في المناجات في الصحراء، يأخذ ميثم التمر معه في هذا. هذا صورة مبسطة عن بدايات طبعا الصحابي المقصود أستاذ محمد من أصحاب أمير المؤمنين، قد تابعيون. نعم قد يتوقع السامع أنه صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الشيخ الطوسي يعده مرة من أصحاب أمير المؤمنين، من طبقات الصحابة للأئمة، أي أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، حتى لا لا حتى لا يصير خلط، لكنهم التابعين وصحابي من أصحاب أمير المؤمنين. يعده الشيخ الطوسي مرة من أصحاب الإمام الحسن، مرة يعده من أصحاب الإمام الحسين صلوات الله وسلامه. هذه صورة عنه. نعم. بالتالي إذن هذا المقام السامي لهذا الشخص، طبعا نتحدث عنه أستاذ محمد مثل الشيخ المفيد يقول من خواص أمير المؤمنين، وهي مو كلمة عادية، من خواص أمير، كما عبرت من حواري أمير المؤمنين صلوات الله وسلم، هذا مثال الحواري يعني لا يأخذه أي شخص آخر. أحسنت. نعم. بالتالي إذن هذا المقام السامي لهذا الشخص العظيم، وهذا وهذه العناية الربانية النبوية الإمامية تدلنا على أن ميثم رضوان الله تعالى عليه كان له شأن، وبالتالي كان له دور، وبالتالي لابد من صفحة مشرقة يعني ينهض بها هذا العملاق ميثم التمار. مكانته ومنزلته بين الأصحاب عند المعصوم، أي عند الأئمة صلوات الله وسلامه عليه، ولماذا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بالخصوص؟ نعم، هو من أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وقلنا من حواريه ومن خاصته، مكانته تعرف من خلال بعض الحوارات، حوارات جرت في الكوفة، يقولون جاء بفرس له مع شهيد زعيم الأنصار حبيب المظاهر الأسد، طبعا جميل هاي الحوارات. نعم. حوارات يقول حتى تعانق الفرسان، اقترفا من بعضهما، هذا يقول كأني برجل يبيع التمر في أسواق الكوفة يصلب في محبة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ميثم يقول كأني برجل أصلع أحمر يقتل ماذا مع ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويحمل رأسه في بين البلدان. أهل الكوفة الجالسين فجون، شو يتكلمون بأي الغاز؟ بأي لغز يتكلم بعضهم؟ قال لم نرى أكذب من هذين. يذهبان، يأتي رشيد الهجري اللي كان علمه أمير المؤمنين صلوات الله علم البلايا والمنايا، فقال نسي
ماذا رحم الله رحم الله أخي ميثم، نسي أن يقول أنه يزاد في عطاء الذي يأتي برأس حبيب نبضار الأسد، يقول هذا أكذب شنو ألف. أكذب من هؤلاء وأنه لا أكذب يعني إلى أي درجة عندهم الغيب بمنزلة الحضور والمشاهدة. أحسنت. يرون التاريخ مو مدري، يرون التاريخ ادعاء مثل ما هذا الذي يقول فلان فلان علمني معلمي قال لي لا يرون كم عبر مثلا يوسف الصديق صلوات الله وسلامه عندما أول رؤيا الملك قال له هذا التعبير، قال له هذا مو تعبير، التعبير يمكن أن يخطئ، هذا تأويل وربي علمني شنو تأويل الأحاديث، هذا لا يمكن أن يخطئ، لا يمكن أن يحدث. مثل إذا عندما أراد قتله عبيد الله بن زياد قال ما قال لك صاحبك، في بعض الروايات يقول ماذا قال لك ربك، أين ربك؟ قبل أن يعني سماحة الشيخ عفوا قبل أن يعني نخوض في هذه التفاصيل التي سنأتي عليها وهي السبب والمناسبة التي اجتمعنا من أجلها، هذه المكانة أولا ابتداء مكانة الصحابي الخلص، ثم بعد ذلك الحواري، ثم بعد ذلك لابد أن كل الصحابي يشتركون في تفسير القرآن في الحديث، كما يقال أنه اشتهر في علوم بحد ذاتها، لكن اشتهاره ويعني اختصاصه من قبل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بهذه العلوم الغيبية لا سيما علم المنايا والبلايا، ما هي المواصفات التي توافر عليها ميثم التمار لكي يصل ويحصل على هذه المرتبة؟ ما الذي وجده فيه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ أهل البيت عليهم أفضل الصلاة يقول حديثنا لا يتحمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو عبد امتحن الله قلبه للإيمان. لابد أن ميثم وصل لدرجة أنه ممتحن القلب، بحيث يعني مثلا جابر عندما كان يحدثه الإمام الباقر صلوات الله وسلامه ويضيق بذلك يقول له اذهب إلى الجبانة وقول حدثني محمد بن علي الباقر، يضيق بعدم حمل الأسرار لأن عندنا أقل مذيع في ذلك الخلق، لا أحاديث أهل البيت كأنما سفك دمائهم صلوات الله وسلامه عليه، يعني لهذه الدرجة. فهذا الشخص يصل إلى مرحلة يؤتمن على مثل هذه الأسرار، إذن يصل إلى مرحلة مستوعب لعلم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بعض مثلا لا يتحدث في حياة أمير في حياة الأمة عليهم السلام، ممنوع أن تتحدث في حياة أمير المؤمنين بأي كلام، في حياة الإمام الباقر في أي كلام لم يتحدث ولم يبرز سرا ولم يظهر سرا لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلابد وصل إلى درجة حتى أنه يحدث ابن عباس، ابن عباس اللي يقال عنه حبر الأمة لا يتحمل بعض الكلمات اللي قال، قال انتظر انتظر خليها عندك، هذا مثل ما يسمون خليه بدائرة الإمكان، ممكن يكون يحدث وممكن يعني، فإن حدث فقد صدق كلامه، لم يكن حد يحدثه قال له اسألني عن تفسير القرآن واسألني عن تأويل القرآن فإني تعلمت ذلك من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ويقول له اسألني اللي حبر الأمة، يقول له ميثم شنو اسأل. طبعا هو عندنا أنه يدخل على أم سلمة رضوان الله تعالى، هذه المرأة الصالحة المؤمنة الطيبة الطاهرة أم سلم، يدخل عليها طبعا تضع، وهي ضروري مو كأي امرأة من بعض نساء النبي، كضع خدرا حجابا بينها وبينه ويحدثها، قالت طالما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بك عليا في جوف الليل، يعني الوصية مو باهتمام أمير المؤمنين واهتمام الأمة، اهتمام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنت ميثم؟ قال نعم، طالما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بك عليا في جوف الليل، إذا الوصية من رسول الله والاهتمام من علي عليه السلام أي منزلة لهذا؟ صحيح التاريخ ما برز لنا كثير، لكن برز لنا شنو؟ بعض إخباراته، بعض كلامه رضوان الله تعالى عليه. أحسنت. وبالتالي إذا هو مفسر، إذن هو حامل لعلوم القرآن ومن لدن يعني أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يستقي علمه من رسول الله الذي تفضلت يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف باب، ثم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهذه العناية الكبيرة بهؤلاء الخلص الذين
واحد منهم ميثم التمار رضوان الله تعالى عليه. هذا بالنسبة إلى علوم القرآن. بالنسبة في بعض كان يتعلم أمير المؤمنين عندما يذكر هؤلاء، أين فلان أين فلان أين فلان، يتعلم كثيرا صلوات الله. وهذا يعني سماحة الشيخ اللي ذكرناه حديث أمير المؤمنين وهذه العناية الخاصة. أين يوجد؟ أين يوجد؟ يبحث الإمام لا يعني وهو إمام معصوم يقول أين يوجد مثل ميثم؟ كما في مالك، وهل ولدت النساء مثل مالك؟ أحسنت. كان لي كما كنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هي يعني ثلة ثلة مخلصة، قمة في الولاء لأمير المؤمنين صلوات الله. لا لم تشغلها الدنيا. ربما يقول هذا ما يخالف، هذا شأنه وشأن أمير المؤمنين، حبه إخلاصه ولاؤه لأمير المؤمنين جعلته يحوز هذه الدرجة التي يقول فيها صلوات الله وسلامه عليه أمير المؤمنين أين يوجد مثل ميثم التمار. لكنه تعقيب الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لو كان في الناس في كل الناس أمثال ميثم لكانت السعادة قد غمرت الدنيا جميعا. وهكذا هم بعض أصحاب أمير المؤمنين يقول مثل المقداد، يقولون المقداد كان يده على السيف وعينه في وجه أمير المؤمنين صلوات الله، يعني قد واصل القمة فقط ينتظر الإشارة من أمير المؤمنين، يعني ما يتردد في أي شيء. وهكذا هي ثلة. طبعا الطبقة بعد المقداد إجت هذه طبقة ميثم وغيرها من أصحاب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. أحسن، صلوات الله وسلامه على أمير المؤمنين صلوات الله عليه. بالتالي سماحة الشيخ اشتهر يعني رضوان الله تعالى عليه بإخباره ببعض الأمور الغيبية. لو أردنا أن يعني نتصفح بعض هذه الأمور الغيبية ومن تلقاها وربما أجبنا على بعضها. نعم طبعا من النماذج الواضحة إخباره بمقتل سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. نعم، كما يقول في الرواية قال سمعت ميثم التمار عن جبل المكي والله لتقتل هذه الأمة ابن نبيها. هذه الأمة ابن نبيها في المحرم لعشر يمضين منه. الله. وليتخذن أعداء الله ذلك اليوم يوم بركة وإن ذلك لكائن. سبق في علم الله تعالى ذكر. إذن الخبر الأول أخبر ماذا؟ أخبر بشهادة يعني بشهادة الإمام الحسين صلوات الله وسلامه. أخبر بمقتل حبيب ابن مظاهر الأسدي كما قلنا. أخبر بمقتله هو يعني في روايات كثيرة عندما يقولون القائل ما أم سلمة أو هو. طبعا أخبر ابن عباس في هذا المجال وأخبر أم سلمة. كيف أخبر؟ عندما قالت للجارية طيبيه فطيبت لحيته المبارك. لحيته قالت أما أنها قالت ستخضب بدم أو قال أنها ستخضب شنو بدم. فهذا إخبار ماذا؟ إخباره لابن عباس عن ماذا؟ عن شهادته وأنه قال لي أمير المؤمنين أنت أقصرهم خشبة مو عشرة أقصرهم خشبة أقربهم إلى المطهرة. وكان يأتي إلى عمرو بن حريث يقول له احفظ جواري أنا جارك. هذا يفرح طبعا. صحيح هذا من قائد والي من ولاة بني أمية في الكوفة، لكن يفرح أن يجاره مثل ميثم التمار. أتمنى يكون يجاورني. كنت أتوقع يقول أشتري دار بن مسعود أو حكيم أو غير كذا اللي جوار. ما أفهم شنو معنى أنه راح يجاورني احفظ جواري أنا جارك. إلى أن صلب يأتي إلى النخلة. نعم أستاذ محمد يأتي إلى النخلة يخاطب النخلة. لماذا غذيتي؟ أنا لك وأنت لي خاطب. وخبر أمير المؤمنين على الجذع الذي شنو يصلب عليه. فهذه إخبارات كثيرة ولابد أنه بمحضر الناس، ولا كيف نقلت إلينا؟ لابد سمع الناس هذه الإخبارات ثم تحققت هذه الإخبارات التي أخبر. حتى عندما تحدث مع ابن عباس إذا ذكرنا مثلا يقول كنت مع من الإخبارات أخبر بهلاك معاوية. وقد هذا قد يكون ما مطروق على الساحة أنه إخبار بهلاك معاوية. قال كنت مع ميثم التمار بالفرات يوم الجمعة
فهبت ريح وهو في سفينة من سفن الرمان، فخرج فنظر إلى الريح فقال شدوا برأس سفينتكم. إن هذه ريح عاصف. مات معاوية الساعة، مات معاوية الساعة. كيف أخبر بذلك؟ أخبر في نفس اللحظة اللي مات فيها معاوية أخبر ميثم التماس. قال فلما كانت الجمعة المقبلة قدم بريد من الشام. المتحدث هذا ما متيقن. فلقيته فاستخبرته فقلت يا عبد الله ما الخبر؟ قال الناس على أحسن حال، توفي يسمي أمير المؤمنين وبايع الناس يزيد. قلت أي يوم توفي؟ قال يوم الجمعة، نفس اليوم الذي أخبر، اللي أخبر به شنو؟ ميثم التمار رضوان الله تعالى عليه. زين، هو يقول عندما ذهب إلى أم سلمة ودخل عليها وأخبر بمقتله. لكن قبل هذا سماحة الشيخ، يعني لابد أن يعني نتحرى بعض ما بين السطور، لأن كما يقال أحيانا يطلق الخبر ويراد منه خبر بين السطور. ربما أخبر رضوان الله تعالى عليه ميثم التمار بهذه، أنه اعتبرها من الأمور الغيبية، وأنه أخذها من الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. لكن عباراته تدل على قضية أخرى، شدوا من إذا عندما برأس سفينتكم، برأس سفينتكم وإن هذه ريح عاصف. هذا ينفتح على الكثير من الأمور. من هذه الأمور هو أن الوضع بعد هلاك هذا الطاغية ستنقلب طبعاً كثيرا. طبعا إذا لم نبقى مع ظاهر الكلام. إذا احتملنا في هذا الاحتمال فكما احتمال بداية مرحلة جديدة. قد يراد بها مرحلة وليس هذه جديدة الريح، وأنه هذا تعبير يعني يمضي وإلى قد يحمل على ظاهر الكلام. يمكن أن نحمل على ظاهر، ممكن أن يحتمل ما تفضلت به. خلوكم لبعض إخباراته. مثلا يقول فخرجنا فإذا ابن عباس جالس. هذا إخبار ابن عباس. فقلت يا ابن عباس سلني ما شئت من تفسير القرآن. فإني قرأت تنزيله على أمير المؤمنين عليه السلام وعلمني تأويله. لأن مو مهم التنزيل، مرات تحتاج شنو التأويل، لأن القرآن إلى شنو ظاهر شنو وباطن. ظاهره أنيق وباطنه عميق. أي طبعا. وبالتالي في تسمع أمة الجور، من هم أمة الجور؟ تسمع عن الطواغيت، من هم الطواغيت؟ تسمع عن الشيطان، من هو الشيطان؟ وهكذا. فقال يا جارية الدوات وقرطاسا. لأن جاء ميثم يريد يسمع من ميثم، لا وش يحتاج له؟ يكتب. فأقبل يكتب يا ابن عباس كيف بك إذا رأيتني مصلوبا تاسع تسعة، أقصرهم خشبة وأقربهم بالمطهر. الله. فقال لي وتكهن أيضا. يعني أنت حدثتني ما يخالف، أنا أقبل منك تحدثني بتفسير القرآن، لكن أن تخبر سمعت يا أميرين أمور غيبية. أقبل تحدثني بتأويل القرآن، الآن جاي تتكهن. طبعا الكهنة محرمة ويأتي بها الجن، هو ما يتكهن بإخبارات يقينية. وتكهن أيضا خرق الكتاب. قال للكاتب أنه مزق الكتاب، لا تكمل الكتاب. فقال احتفظ بما سمعت مني. هسه انت خلي تعبيرنا بدائرة الامكان. يمكن يكون صحيح، يمكن يكون شنو. فان يكن ما اقول لك حقا امسكته. لان بعض الناس قد تضيع جهود. يعني كلام مثل كاتب عن امام، عن عالم من العلماء، لازم بلحظه من اللحظات مزق هذا الشيء، لو محتفظ به كان شيء للتاريخ. وان يكن باطلا خرقته. قال هو ذاك. فقدم أبي علينا فما لبث يوما حتى أرسل عبيد الله بزياد فصلبه تاسع تسعة. أحسنت، خلينا يعني تحدثت نبوة. إذن في 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 واحد من هذه الأمور الغيبية سنرجع إلى هذا المحور أيضا، لكن يعني نأخذ هذا الفاصل سماحة الشيخ. أعزائي المشاهدين كونوا معنا ولكن بعد هذا الفاصل. يا صاحب القبة البيضاء في النجف، يا صاحب القبة البيضاء في النجف، من زار قبرك واستشفى لديك شفي، زوروا أبا الحسن.
الحسن الهادي لعلكم تحظون بالأجر والإقبال والسلف. زوروا لمن تسمع النجوى لديه، فمن يزوره بالقبر ملهوفا لديه كفي. إذا وصلت فأحرم قبل تدخله ملبيا، واسع سعيا حوله وطفئ. حتى إذا طفت سبعا حول قبته تأمل الباب تلقى وجهه فقف، وقل سلام من الله السلام على أهل السلام وأهل العلم والشرف. إني أتيتك يا مولاي من بلدي، إني أتيتك يا مولاي من بلدي، مستمسكا من حبال العقب بالطرف، راج بأنك يا مولاي تشفع لي وتسقني من رحيق شافيا لهفي. لأنك العروة الوثقى، فمن علقت بها يداه فلن يشقى ولم يخف. لأن شأنك شأن غير منتقص، وإن نورك نور غير منكسف. وإنك الآية الكبرى التي ظهرت للعارفين بأنواع من الطرف. هذه ملائكة الرحمن دائمة يهبطن نحوك بالألطاف والتحف، بحب حيدرة الكرار مفتخري، به شرفت وهذا منتهى شرفي، وهذا منتهى شرفي. يا صاحب القبة البيضاء في النجف، يا صاحب القبة البيضاء في النجف، من زار قبرك واستشفى لديك شفي. زوروا أبا الحسن الهادي لعلكم تحظون بالأجر والإقبال والزلف. أعزائي المشاهدين، هذه عودة إليكم مرة أخرى، برنامجكم ذاكرة يوم وحواري أمير المؤمنين وميثم التمار أنموذجا. نرحب ثانية بضيف سماحة الشيخ أحمد الحميداوي الأستاذ في مدرسة الإمام الحسين في الصحن الشريف. أهلا ومرحبا بك ضيفنا العزيز. الله حياكم الله سماحة الشيخ. يعني وصلنا، هناك الكثير من الأمور الغيبية التي أخبر بها رضوان الله تعالى عليه، ولعل آخرها ما علق عليه ابن عباس على أنك وتخبر وتتكهن. بالتالي هذا أيضا ينبئ عن هذه المكانة العظيمة لهذا يعني صاحب الذكرى ميثم التمار رضوان الله تعالى عليه. ونحن نقرأ كثيرا من الأخبار التي وردت عن ابن عباس أنه وإلى آخره، لكنه لا يصل إلى هذا المنزل، ولن يصل إلى هذا، لا يصل لأن هذا إنما أولئك من خلص الصحب. وهذا أن دل على شيء، فإنما يدل على أن خلص الصحب لديهم امتيازات معينة، وهذا واحد من تلك الامتيازات التي يمتاز بها هذا عن ذاك. أحسن سماحة الشيخ، الكوفة بين عصرين، عصر الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وصولا إلى عصر يعني عبيد الله ابن زياد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قائد الدولة، حكمة 4 سنوات و6 أشهر. لكن يعني غالبا ما نجد أن كل هذه الجهود ربما صارت على غير ما أرادها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لنصل إلى يعني مرحلة الزنيم ابن الزنيم عبيد الله ابن زياد، وهذه يعني الإجراءات التعسفية التي قادها
لو أردنا أن يعني نقف على طبيعة النظام والدور الإجرامي لعبيد الله بن زياد ولماذا؟ نعم، الدور الإجرامي لعبيد الله بن زياد هو سلسلة من سلاسل المجرمين عند الدولة الأموية. الدولة الأموية عندهم مثل بسر بن أرطاء، عندهم الحجاج بن يوسف الثقفي، وعندهم بعد زياد، وطبعا زياد كان في الطريق الصحيح ثم انحرف بعد ذلك، ومن ضمنهم ماذا؟ عبيد الله بن زياد. طبعا عبيد الله بن زياد إذا رجع التاريخ شاب نزق، يعني مو كبير العمر، لأنه هو ولد في السنة الأولى من الهجرة، زياد ولد، فكيف يكون عمر ابن زياد في واقعة الطائف؟ لا يتجاوز 30، شاب نزق، و أمه معروفة، أمه طبعا أمه مرجان، طبعا حتى مواقف أمه التي يعير بها أشرف من مواقفه. عندما قتل الإمام حسين تقول قتلت ابن بنت رسول الله، لا تفرح أبدا. هذه المرأة اللي يتهم بها تقول قتلت ابن بنت النبي، أنت لا تفلح. ماذا عمل عبيد الله بن زياد؟ يقول عندما دخل الكوفة ماذا فعل؟ طبعا أكو عمل إجراءات معينة، أمن السلاح. لعل من الفارق قبل ذلك سمحت الشيخ، يذكر هو في لقائه مع ميثم التمار رضوان الله تعالى عليه، يقول إني أقرأ في الكثير من القرآن، ووصلت إلى أن العتل الزنيم، لكني لا أعرف العتل الزنيم، ما هو العتل الزنيم؟ يقول له ميثم رضوان الله تعالى عليه، أخبرني مولاي أمير المؤمنين أن العتل الزنيم هو ابن جارية يعني البغي، ويطبق عليه، ويطبق على هذا. نعم، فماذا فعل المرء؟ أمن السلاح. نعم، سلاح توجد صاغة من النصارى ومن اليهود، أمن السلاح وأمن الذهب، واستدعى عرفاء القبائل، يعني أشبه بمسؤولي العشائر. نعم، أي شخص يأوي من هؤلاء سيصلب، المختارين. نعم، يصلب. نعم، يصلب على باب داره. نعم، قال احسبوا لي، عدوا لي الأسماء الغرباء، الخوارج وغير الخوارج، هؤلاء كل المناوئين لسلطة يزيد بن معاوية، عدوا. طبعا التسفير وغير التسفير، طبعا لأبوه وغيره، سجن 12,000. الدرجة يقولون كان هناك رجل من أهل الشام جاء إلى الكوفة يطلب دينا له، فأراد إخراجه مع الجيش الذي يقاتل الحسين صلواته، قال أنا رجل غريب جئت من الشام، قال تخرج، لم يخرج، قتله. فهذا بدأ شنو؟ بدأ المسلسل الإجرامي. طبعا غير المسلسل الإجرامي الرابي، هناك أناس في الكوفة مثل عمر بن مسلم الباهلي، عمر بن سعد، من بطانة الدولة الأموية، راسلوا هذا ماذا؟ يخدعون ماذا؟ بالمال، بالمناصب، وخسروا الدنيا والآخرة بعد ذلك. فتيارين، تيار موالي لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وتيار ماذا؟ موالي لأولاك ماذا؟ الطواغيت. طبعا امير المؤمن لا يمسح المجال صلوات الله وسلامه عليه، مجرد ان تولى الاماره نكثت طائفه، قصتت اخرى، مرقت الاخرى، لم يفسح له المجال في هذه الامور، حتى ممكن ان يربي الناس ثلاث حروف في 5 سنوات، لا يمكن ان تبنى الا بطريقه اعجازيه، تبنى دوله مع جو الكوفه المختلف، مع اماكن الكوفه، تقسيم الى كم سبع من الاسباع، وماذا فعل عبيد الله بن زياد؟ جمعها وقربها. وطبعا هاي اغراءات العشائر وغيرها رايناها ايام النظام السابق، قرب الموالي هذا يعني الموالي له، سجن 12,000، سجن القادة من ضمنهم المختار وغير، يعني الرؤوس، رؤوس الشيعة في الكوفة. ماذا بقي من الكوفة إذا 12,000 في السجن؟ رؤساء القبائل أغراهم، وعلية القوم منهم، علية القوم في السجون، مبعدين كذا، ميثم وغيره، وهكذا. فماذا تبقى؟ خرج الباقي لقتال الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الطبيعة الإجرامية، قلنا هو شاب نزق، لا يعني مو متروي كثيرا حتى يمكن ماذا أن يعاتب ويكلم، يبتدر إلى الضرب والقتل، حتى أنه شتر المختار في كلامه وبالنسبة للمسلم عقيل وهكذا. بالتالي هذا يدلنا سماحة الشيخ على أن يعني هذا أيضا الدور كان مختار، وكان يعني معد له سابقا من قبل الحكومة الأموية، عندما يعني أراد أن ينصب
هذا عندما أراد أن ينصب أحدا على الكوفة أتى بسرجون، هذا كسرجون الرومي يزيد بن معاوية، قال له ماذا تختار، ما الذي يعني تختاره إلى هذه المهمة؟ قال له إن نشرت لك كتابا عن معاوية تقبل به؟ قال له ويحك يا الله، أعطيني الكتاب. وجد أن معاوية قد أوصى بعبيد الله بن زياد وأعد له هذا الدور. هذا يدلنا على أن قضية عبيد الله بن زياد كانت قضية مرسومة مسبقا، وكانت الأجواء مهيئة له يعني قبل قضية الإمام الحسين سلام الله عليه سنوات صلوات الله وسلامه عليه، ومخطط لها يعني النعمان بن بشير من الأنصار، والأنصار قريبين لأهل البيت على ما أظن سوسو، ولا يريد أن يتورط ماذا في قتل الإمام الحسين. وحتى الوليد بن عتبة في المدينة لم يرد أن يتورط في دم الحسين سيد شباب أهل الجنة، فكيف هؤلاء إذا كان أموي بعض الأمويين لا يحب أن يتورط، فكيف إذا هذا لكن الشخص ربما هذا لعب على قضية مهمة، قضية يعني مركزية وحساسة بالنسبة إلى الحاكم أو من هو العتل الزنيم الذي وصفه ميثم التمار بتفسير أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هذا كان يحس بعقدة النقص. تخطيط معاوية بهذا المجال تخطيط كبير، حتى أنه عندما ينقل أنه أول شخص تطلب من بيعته تطلب من عمرو بن العاص وأوصاه أن تنزل إلى القبر. نعم. هذا وصية أبي أن تنزل، قال إذا بس ننزل القبر رفع السيف عليه. فقال عمرو قال هذا الوصية مو منك، من هذا الخبيث، هذا التخطيط مو منك أنت. نعم. ليس عندك هذا، فإذا تخطيط معاوية للسيطرة على، طبعا يقول أن هناك وصية لا تتعرض لفلان لا فلان لا لكن هذا خزع بلا تولي قاتل الإمام أمير المؤمنين وواجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرتكب مثل هذه الأمور، لكن خشية على الدولة. طبعا الدولة بالمناسبة الدولة السفيانية انتهت بيزيد بن معاوية، يعني كدولة سفيانية انتهت، ليست الدولة الأموية. نعم. آل أبي سفيان انتهوا، بدأوا المروانيين وغير المروانيين استلموا الحكم بعد ذلك. نعم. فالنتيجة هل جو الإجرامي شراء الناس لسياسة الدول ماذا؟ ترغيب وترهيب سجن تعذيب تسفير والقضاء على تغلق المناسبة أغلقت كل الطرقات سكك الكوفة حتى عندما جاء الإمام الحسين ولا يستطيع لا يمكن أن يدخل أحد ولا يخرج حتى السفراء كيف مسكوا سفراء الإمام الحسين ضربوا طوقا المسالح التي مسكتها قيس بن مساهر الصيداوي وغيره من هؤلاء الخلص الأطياف بين القادسية والقطقطانة إذن جو عسكري حول الكوفة خانق في داخل الكوفة أشد خناقا إضافة أنه التهديد الإعلامي جيش سيأتيكم للمرأة بدأت تأخذ ولدها وهكذا كل الظروف لابد هو العكس سماحة الشيخ، يعني ربما هذا أيضا كان للتسويق التاريخي أن أنه خوفوهم بالجيش، لكن لو بحثت على الأصول وأيضا قلنا لو بحثت في طيات السطور لوجدت أن هذه الحادثة أن هذا القول الذي رهب به الناس بأن جيشا شاميا سيأتي لا هو أتى جيشا شاميا، لكن الصفحات التي غيبت من هذا التاريخ الذي كتبته بنو أمية وكتبه بنو العباس رفع هذا لكي يورطوا طبعا نفس التهديد هذه سياسة التوريط سياسة توريط الكوفة نعم أستاذ محمد نفس التهديد إلى دور نعم يعني عندما تهدد مجموعة ثائرة بأن هناك جيشا ضخما يوصف بالإعلام الآن القنوات ماذا تزييف الإعلام يعني شخص يقتل في شارع من شوارع أمريكا تقلب الدنيا أشخاص يقتلون في أبرياء أطفال كذا في اليمن وغير اليمن كأنما الأمر أمرا طبيعي فتهويل من جانب إلى دور تهويل إضافة إلى شخصية ابن زياد نفس الشخصية اللي يمكن ما لا توجد فيها مرونة أحسنت بالتالي إذن هذه يعني كان دوره معد مسبقا وبالتالي هذا يعني قضية اختياره كانت أيضا قضية معدة مسبقا ومن
قبل معاوية قبل ذلك وبرعاية لم يكن من أعلى من معاوية وبرعاية رومية. أحسنت وبرعاية أحسنت هذا الكلام رومية. نعم تتكلم. آثاره رضوان الله تعالى عليه ربما يعني تحدثنا إذا كانت هناك إضافة بالنسبة إلى آثاره آثار ميثم التمار آثار بالنسبة للأخبار والروايات وكذا. لا يعني إذا كان هو هذه قضية تفسير القرآن نعم. وثم ذلك بعد ذلك الحديث الوارد هي الإخبارات التي وردت عنه وتفسير القرآن وتأويل القرآن عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. صلوات الله وسلامه عليه. إذن خلينا نوصل إلى الأسباب والحيثيات التي أدت إلى شهادته. الروايات الغيبية من قبل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بظروف شهادته. نعم طبعا راح أذكرها مثل ما يذكرها الشيخ نعم. المفيد. الشيخ المفيد يقول عندما يتحدث عن ميثم يقول تحدث عنه كان عبدا من بني أسد لامرأة من بني أسد نعم. فاشتراه أمير المؤمنين واعتقه وقال له ما اسمك قال سالم قال أخبرني رسول الله اسمك الذي سماك به أبواك في العجم ميثم قال صدق الله ورسوله وصدقت يا أمير المؤمنين والله أن لإسمي قال فارجع اسمك لا اسمك الذي سماك رسول الله به ودع سالما فرجع إلى ميثم واكتب فقال له عليه السلام هذا إخبار أمير المؤمنين شهادته إنك تؤخذ بعدي فتصلب وتطعن بحربة يعني بعد الصلب يطعن بحربة فإذا كان اليوم الثالث ابتدر من خراك وفمك دمه فيخضب لحيتك فانتظر ذلك الخضاب راح تتخضب تتحنى بس بيش تتحنى بالدم تتحنى بالدم وتصلب على باب دار عمرو بن حريث عاشر عشرة أنت أقصرهم خشبة وأقربهم من المطهرة وامضي حتى أريك النخل التي تصاب على جذعها الله فأراه إياها فكان ميثم يأتيها فيصلي عندها الله يأتي عند النخلة يقول بوركتي من النخلة بوركتي هذا لو غير واحد يشرك أي طبعا يهرب شو ما بوركتي نعم. علامة شو يجوز يقطعها حتى نعم. يتخلص منه بوركتي يا نخلة لك خلقتي الله. ولي غذيتي أنا إليش انخلقت وأنت ماذا إلي. ولم يزل يتعاهدها حتى قطعت وحتى عرف الموضع الذي يصلب عليه في الكوفة وكان يلقى عمرو بن حريث فيقول له إني مجاورك فأحسن جواري وخوش أحسن جواره أول من ايه وشى به عنده نعم عند عبيد الله بن زياد فيقول له عمرو أتريد أن تشتري دار ابن مسعود أو دار ابن حكيم وهو لا يعلم ما يريد وحج في السنة التي قتل فيها يعني سنة 60 ايه فدخل على أم سلمة رضوان الله عليه فقالت من أنت قال أنا ميثم قالت والله لربما سمعت رسول الله صلى الله عليه يوصي بك عليا في جوف الليل فسألها عن الحسين عليه السلام صلى الله وسلم حب أن يرى الإمام الحسين قالت هو في حائط له في بستان له قال أخبريه أني قد أحببت السلام عليه ونحن ملتقون عند رب العالمين إن شاء الله يخبر الآن إخبارات غيبية فدعت له بطيب فطيبت لحيته وقالت أما إنها ستخضب بدم مأساة قتل هؤلاء الأبطال مأساة يعني مأساة كربلاء استمرار أحسنت هذه صفحة من صفحات كربلاء ابتدأت من العصر من القتل الجنين إلى أحسنت إلى كربلاء زين فقدم الكوفة فأخذه عبيد الله بن زياد فأدخل عليه فقيل هذا كان من آثر الناس عند علي وهذا جميل نعم يعني شهادة من هؤلاء يعرفون مكانته حتى لو ما لقينا من كلمة في رواياتنا في كذا في كلام في كلام الأصحاب من كلام هؤلاء الأعداء والمخالفين نعرف منزلتهم من أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال ويحكم هذا الأعجمي هذا آثر الناس عند علي عليه السلام اشتغلت العملية العصبية قيل له نعم قال له عبيد الله أين ربك قال بالمرصاد لكل ظالم وأنت أحد الظلمة رب بالمرصاد قال إنك على عجمتك لتبلغ الذي تريد أنت أعجمي بس جاي تتكلم بكلام ماذا يسكت بفصاحة بلاغ ما أخبرك صاحبك أني فاعل بك
ها شو المعنى؟ معنى أن هؤلاء كذلك يعلمون، يعلمون بما يقوله، بأن ما يقوله أمير المؤمنين صلوات الله سيتحقق، ويعلمون بالإخبارات التي أخبر بها أمير المؤمنين الخلص من أصحابه. قال أخبرني أنك تصلبني 10 10، أقصرهم خشبة، أقربهم من المطهرة. قال لن أخالفنه. هذا كلام صاحبك راح نخالفه. قال كيف تخالفه؟ يعني هي مسألة عادية حتى تخالف أبداً كلام أمير المؤمنين؟ فوالله ما أخبرني إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبرائيل، عن الله تعالى، فكيف تخالف هؤلاء؟ أبداً. كيف تخالف إذا كان الإخبار من رب العالمين؟ وإخبار الله سبحانه وتعالى كان وليس بكان حتمي. ولقد عرفت الموضع الذي أصلب عليه إنه من الكوفة، وأنا أول خلق الله ألجم في الإسلام. الله. يعني هو فقط صلب، لكن بعد ما توقف، حتى أنه في بعض الروايات أنه يسأل، مثلا يسأل أحد أصحاب الأمير عندما قطع يده ورجله، ماذا تشعر من ألم؟ قال لا أشعر، كأنما الزحام بين الناس، ما أشعر بشيء. شلون عندنا في بعض الروايات أن أصحاب الإمام الحسين عليه السلام لم يذوقوا ألم الحديد، نفوسهم اشتاقت لمن؟ إلى الجنة. مو يقول له هذا الشبامي أليس نروح إلى الجنة؟ قال له روح إلى جنة. ألا نروح إلى الجنة؟ روح. قال له روح إلى الجنة. فهذا قال الذي أصلب أين من، وأنا أول خلق الله ألجم. فصلبه وحبس معه المختار، فحبسه وحبس معه المختار بن أبي عبيد. فقال مثلا إنك تفلت وتخرج ثائرا بدم الحسين، حسين صلوات الله وسلامه، فتقتل هذا الذي يقتلنا. هذا هم إخبار، هذا يضاف للإخبارات. أنه أخبر المختار، يعني أخبر بدور المختار الحسين، وأخبر بدور المختار الذي وأخبر بالثار. فلما دعا عبيد الله بالمختار ليقتله، طلع بريد يزيد إلى عبيد الله يأمره بتخلية سبيله. هذا تحقق أول شيء. ولا شلون يقتله بعد في السجن؟ لابد أن يخلي سبيله، يخلي سبيل يزيد بن معاوية. وأمر بميثم صلب فأخرج. فقال له من لقي، ما كان أغناك عن هذا يا ميثم؟ شو مرطت نفسك؟ ليش وصلت هذا الأمر للصليب؟ يعني بعض الناس دول الشامتين، سمر العدو يقتلك تهون، لكن أما أحسنت فقل للشامتين سيلقى الشامتون كما لقينا، كما لقينا. فقال فتبسم وهو يوم إلى النخلة، لها خلقت ولي غذيتي. فلما رفع اجتمع الناس حوله على باب عمرو، فقال عم قد كان والله يقول إني مجاورك. فلما صلب أمر جاريته بكنس ما تحته وتجمير، يعني ماذا، فجعل ميثم يتحدث بفضائل بني هاشم، وهذا رادي كذبة. فماذا فعل بعد ذلك؟ قطع لسانه رضوان الله تعالى. جاء ماذا؟ عبيد بن زياد، وأمر بقطع، يعني صلب لم يؤثر فيه ذلك، بقي في هذا المكان لم يؤثر في ذلك، تحدث وهو مصلوب، تحدث بفضائل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أمر بقطع اللسان لا يمكن إسكاته. أبلغ عبيد الله بن زياد أن هذا يتحدث بفضائل أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فقتلوه. ثم بعد ذلك طعنوه بحربة، طعنوه بحربة، هذا قمة الإجرام الذي يمارسه. إذا رضوان الله تعالى على ميثم التمار، وأعظم الله لنا ولكم هذا ما سمح به الوقت، وربما كان عندنا قضية مهمة لكن هذا ما سمح به الوقت. شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ على ما تفضلت به من حسني الإجابة، كذلك أعزائي المشاهدين. هذا شكر وارد إليكم، وللقاء آخر نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.